أقامت مؤسسة وطن التنموية بمحافظة مأرب ندوة بعنوان التلاحم الشعبي العظيم وجهود استعادة الدولة، وتأتي هذه الندوة تزامنا مع العيد الوطني 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وفي الندوة قدمت ورقة عمل ونقاش حول دعم رجال المال والأعمال لمعركة استعادة الدولة، وكذا دور المرأة في دعم رجال الجيش والمقاومة الشعبية. وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة تقديم الدعم الشعبي اللازم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتها الوطنية ضد ميليشيا الجهل والتخلف والإمامة. هذه الندوة بمناسبة الذكرى أو العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر، وتأتي تتويجا للجهود الشعبية التي لمسها المواطنون من خلال مؤسسة وطن، وهي في الحقيقة تسلط الضوء على عاملين مهمين، هو رجال الأعمال ورأس المال، وأيضا دور المرأة في دعم حماة الوطن. وهما يعني قدمت ورقتي عمل من أهم الأوراق التي يجب أن يسمعها الناس جميعا في هذا الوقت بالذات. بمناسبة ثورة 26 من سبتمبر المجيدة يتم إنشاء مثل هذه الفعالية التي تشارك فيها المرأة، كونها عنصر فاعل جدا في المجتمع اليمني، لم تكتفي بالوقوف في دور المتفرج، وإنما قررت أن تضع لها بصمة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ وطننا الذي يتكالب عليه ليس فقط القريب ولكن أيضا الغريب، فالمجتمع الدولي خذلنا. نحن هنا في مأرب بالذات نحاول أن نعيش الحياة بكل تفاصيلها. جريفيث كان هنا قبل أكثر من 6 أشهر لكنه اليوم لم ينبس بكلمة. في وسط احتفالاتنا بعيد 26 من سبتمبر يتم ضرب مأرب المدينة الحاضنة لملايين اليمنيين، يتم ضربها بالصواريخ. لماذا هذا الصمت الدولي؟ نحن في مثل هذه الفعالية نوضح أننا خلف جيشنا الوطني ومقاومون معه، وسنسانده بكل ما نستطيعه، سواء بكلمة، سواء بالحملات الغذائية، سواء بالحملات التوعوية. لن نتوقف أبدا، لن تثنينا هذه العصابة الانقلابية الكهنوتية، وسنستمر في نضالنا بإذن الله.